أهلا فيكم، معكم شمال مدرب اللياقة الرياضية. اليوم حبينا نتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو موضوع الظهر. اليوم باش نوريكم تمارين مفيدة للظهر خاصة مع انتشار ألم أسفل الظهر. الظهر يتقسم الجزئين اللي هو أعلى الظهر وأسفل الظهر. هنقدم لكم تمارين أعلى الظهر وبعدين بنروح لأسفل الظهر. نبتدي بشوية تحمية سهلة جدا، انك تعمل شوية روتيشن أو تلف بشكل دائري للوراء وبعدين للأمام. بتجهز الأكتاف زي ما تشوفوا هيك من هون، نفس الفكرة. الحين نبدأ بالتمارين السحب اللي هو بناخذ الدمبل هون وهون، نعمل باند صغير قدام، تدي سحب بشكل بطيء شوي. يعني هون 1 2 3 4 زي ما تشوفوا. دائما الظهر يكون مستقيم، يعني ما عملش ظهري هيك، هذا الراوند لا، الشكل هذا لا، دائما الظهر مستقيم. واكمل اسحب ببطء وشد دائما في اعلى الظهر. بالنسبه للراس يكون موازي للارض، يعني ما عملش بالشكل هذا او بالشكل هذا، لكن دائما هيك. هذا تمارين التجديف تقريبا، او كانك يعني بسميه روي، نفس الشيء. بتروح لليد اليسرى نفس الفكره، تسحب. الوضعيات بالنسبه للقدم ممكن نحط القدمين في نفس الاتجاه، الفكره سهله. كمان في شكل اخر ممكن تسحب رجلك لورا، اعطيكم البروفايل هذا. تحافظ على التنفس اكيد، شهيق وزفير. نفس التمرين، يعني ممكن اخذ الرجل، لو انا باليد اليمين هون اخذ الرجل اليمين ورا ووضع يدي على رجلي هون. هذا كمان طريقة اخرى للتمرين وهي سهلة، لكن المهم انك تحافظ دايما على الظهر مطلق. نفس التمرين هذا ممكن، لانه كان هنا احادي، ممكن استعمل البار للتمرين هذا. باخذ البار وبحط يدي بالشكل هذا، نفس الفكرة. بنزل ظهري بطريقة مطلقة، شوية فليكس على ركبتي، يعني بثني ركبتي شوية، وبسحب إلى السرة أسفل البطن، نفس الفكرة. الفكرة أني أشد لوحة الكتف إلى بعضها، يعني قربهم إلى بعضهم قدر الإمكان. نفس التمرين بنشوفه من الزاوية هذه. كويس، زي ما شفنا التمرين نفسه قمنا به بالبار وقمنا به كمان بالدمبل. هون اني اقدر كمان استعمل الالاستكس او الرابر باندز دول هذم. الفكره اكيد انك لازم تثبته في مكان، يعني زي هذا كاتل بال. تقدر تثبت الإلاستيك هذا بنفس الفكرة، تمسكه بيدك وتصير تسحب. يعني لو عندك إلاستيك في البيت وعندك شيء يثبت فيه الإلاستيك تقدر بالطريقة هذه. بنفس الطريقة ممكن تاخذ اليدين الاثنين مع بعض نفس الفكرة وتسحب بالشكل هذا. المهم جدا انك تحافظ على بطء الحركه، يعني انت مش مجبور انك تسرع في الحركه، لانه كل ما اسرعت الحركه كل ما كان يعني امكانيه الاصابه على مستوى العضله. اوكي، هون نجم نخلي اللاستيك هذا نفسه لكن استعمله بطريقه اخرى، وهي اثبته يعني تحت عند القدمين هون، اثبته بالطريقه هذه هيك. اقدر من هون زي ما شفنا ثبتنا الالاستيك هون اسفل القدم، يكون في الوسط بالضبط،
باخذ الإلاستيك هون، وهون أتحكم أنا في الـ في الـ في القوة. يعني ممكن أستعمل إلاستيك واحد، ممكن أستعمل الإلاستيك الاثنين مع بعض نفس الفكرة، لكن حاليا هستعمل إلاستيك واحد بس نفس الفكرة، فيك تسحب بالشكل هذا. بالنسبة للناس اللي عندهم لما يعني بيكون في الوضعية هذه مثلا، هون ممكن تحس بشوية شد في الظهر أو الألم، فيك تطلع شوية أرتاح شوية إنه ما يصير عليك تنشن في أسفل الظهر. والناس اللي هي عادية أو ما عندوش ألم ولا شيء ممكن ينزل أكثر وعادي. يعني الفكرة دائما إنك تسحب، ولازم يكون هون لو حتشوفوا بالنسبة للكوع، الكوع لازم يكون قريب من الجسم. ليش؟ هون عشان يصير السحب في الظهر. لو الكوع صار برا الجسم حيكون السحب في خلفيات الكتف، لكن أنت هون بتمرن عضلات الظهر، فأنت بالوضعية هذه تقدر تسحب وتنزل، تحافظ على التنفس مهم جدا. الناس اللي هي تحس حالها انه التمرين هذا مش قوي جدا عليها او يعني مش قوي كفايه، ممكن يسحب الاستيك الاثنين مع بعض ويكمل التمرين بالشكل هذا. وزي ما قلنا انه الكوع لازم يكون قريب للجسم، مع يكون الظهر مطلوق، ما فيش اي يعني راوند زي ما فهمنا الحركه هذه كويس. هذا طريقه استعمال الاستيكس. الاستيكس مهمه جدا ومفيده جدا، تقدر تستعملها في البيت وفكرتها كويس. زي ما مرينا التجديف كان بالبار بالدمبل، ممكن استعمل الدمبلين مع بعض، والفكره اني امسكهم بنفس الطريقه هون بنزل. يعني كل ما هو سحب الى الجسم حيكون ظهر، اسحب واحد بالشكل هذا، دائما اشد في اعلى الظهر. مهم جدا اني احرك لوحه الكتف زي ما تشوفوا هون، لوحه الكتف هي اللي في الظهر اعلى، ونصير هون بسحب مره اخرى واحد. هون انطلاقا من الشكل من التمرين هذا ممكن ادخل يعني تغييرات بسيطه على التمرين عشان اخليه اكثر اهميه او اكثر خلينا نقول يعني تشالنجينج يعني قوه. وهي الفكره اني اسحب دمبل واحد اخليه هون، هون حركه ايزومتريك، واشتغل بهذا واحد اثنين ثلاثه فرضا اربعه خمسه، نفس الفكره اشد هون اشتغل باليسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. علشان فكرة أخرى، عشان أسرع بالنتائج وعشان أقوي الظهر أكثر، لازم أركز على المرحلة السلبية في التمرين. المرحلة السلبية هي لما ينزل الوزن، يعني بسحب مثلا واحد وهون بنزل واحد اثنين ثلاثة، أسحب واحد بنزل واحد اثنين ثلاثة، كمان أطلع واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. هي المرحلة السلبية في التمرين، أو ما يعبرها بالإنجليزية السانتريك. أوكي، الحين مررنا تقريبا جزء علوي من الظهر. في التمرين الثاني ممكن هو تثبيت الإلاستيك على منطقة في منطقة عالية وبسحبه من الأعلى إلى الأسفل. إحنا ما عندناش منطقة عشان ما عندناش مكان عشان هذا، أو بنسمي يعني بول داون، لكن ممكن أنت في البيت تثبته في مكان تسحب إليك وترجع بالإلاستيكس. والحين حنمر إلى عضلة أسفل الظهر. هي عضلة مهمة جدا، وأغلب الإصابات تصير فيها والألام تصير في عضلة أسفل الظهر لأنها صعب تقويتها أو الناس ما اهتمش فيها. العضلة هذه متكونة من عضلتين حول العمود الفقري اللي هم يسموهم إريكتر سبايني. الحين حنشوف التمارين اللي ممكن تساعدنا على شد هذه العضلة وتقويتها. التمرين الأول حنبتدي به، حنستعمل الإلاستيك، نفس الإلاستيك نفس الفكرة، بثبت الإلاستيك عند أسفل الرجل هون وامسك الاسك واطلع به. الفكره هون كلها انك مش حيكون اي سحب، لكن حكون يعني طريقه انك بتنزل تحت تطلع، هي بنسميها الرفعه الميته والا ديد ليفت. اثنين ثلاثه، وهون دائما كل ما بنزل يكون الظهر مطلوق واثني ركبتي وبطلع. اربعه خمسه، شوف التمرين من زاويه اخرى
نفس الفكره هون عندي الإلاستيك من فوق تنزل تعمل فليكس هون. مهم جدا انه تعمل زاويه على الرجل لانه لو اطلقت الرجل الشغل كل حيكون في الخلفيات، لكن لو ثنيت الركبه هون حيكون في اسفل الظهر. هون دائما الظهر نفس الفكره، يعني راسك ثابت تنظر تحت هون وتطلع كامل. واحد اثنين، دائما تحافظ على التنفس. ثلاثه اربعه خمسة. شفنا تمرين بالإلاستيك. لو فرضا ما عندكش إلاستيك في البيت تقدر تقوم نفس التمرين باستعمال البار. نفس الفكرة هون، البار تمسك البار بالزوايا وتثبت رجليك. نفس الفكرة، بتنزل ببطء تطلع واحد، تنزل اثنين، تنزل ببطء ثلاثة. دائما تطلع آخر نقطة. أربعة خمسة ستة. تمرين نفس التمرين من زاوية أخرى. هون تنزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هو نفس التمرين هذا، لو فرضا ما عندكش أي شيء وعايز تشتغل التمرين هذا فيك تعمل نسميه إحنا back extension، حتى ولو من غير وزن. إنك تنام على الأرض وتعمل تطلع فوق، هنسميه back extension. الوضعية هذه أكيد تعرفونها في اليوغا، اللي هي انطلاقا من هون هتكون أنت على الأرض. فيك تستعمل يدك لو تحب من الأول تطلع فوق تنزل. هذا التمرين كمان يشغل أسفل الظهر. لو أنت أقوى شوي تطلع مغريد أكيد هون فوق. الحين التمارين هذه تضمن لك أنك تشتغل أسفل الظهر. في تمرين متداول كثير في الجيمات واللي هو يستعملوه بالكاتل بال ويسموه كاتل بال سوينج. بنشوف التمرين هذا كثير في الجيمات، مهم ان نتكلم عليه. اللي هو عندك الكاتل بال هذا يسموه كاتل بال سوينج، انك تنزل تحت هون ترفع فوق. التمرين هذا متداول كثير في الجيمات، هنوريكم من الانجل هون. يعني نصيحه انه التمرين هذا مش مهم كثير وهو متطور، فمش لازم نقوم به في الجيمات. نرجو انه اعطيناكم افاده، وحاولوا تمارسوا التمارين هذه في البيت وهي تأهلكم انكم تروحوا للجيم وتكونوا في وضعية يعني احسن او في صحة احسن.